أهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة السلام، نرحب بكم اليوم في هذا اللقاء مع اللقاء الخاص مع مدير وكالة الأنباء الجزائرية السيد سمير قايد، والذي يصادف بهذه يعني هذه المناسبة إطلاق المنصة الرقمية لوكالة الأنباء الجزائرية يعني في هذا الحوار. تابعوا معنا. أهلا بكم أستاذ قايد، شرفتونا اليوم بهذا اللقاء، إن شاء الله نكون خفاف عليكم إن شاء الله. هذا اللقاء اليوم يعني في وكالة الأنباء الجزائرية، والذي يصادف يعني إطلاق المنصة الرقمية لوكالة الأنباء الجزائرية. يعني بداية لو نتطرق إلى وكالة الأنباء الجزائرية وتطورها من مرحلة إلى مرحلة. تفضل. شكرا. أولا نشكركم على اهتمامكم بوكالة الأنباء الجزائرية، واهتمامكم أيضا ب يعني المكسب من الإنجاز الجديد الذي قامت به مؤخرا، وهو إطلاق المنصة الخاصة بتوزيع وبث السمع البصري. هذا اللقاء نتاعنا اليوم يندرج في إطار تزامن اليوم إطلاق الفعلي لهذه المنصة التي شرعنا اليوم بفتحها لفائدة المشتركين الشركاء الذين عبروا عن رغبتهم في يعني الاستفادة من هذه التجربة، من هذه المنصة. ستكون تجربة يعني بشكل تجريبية، تجربة التي سنجربها على مدار شهر قبل الشروع بعد ذلك في يعني إبرام اتفاقيات الاشتراك وفق يعني دفتر الشروط الذي تم بلورته في هذا المجال. وكالة الأنباء كما تعلمون مؤسسة عمومية عندها يعني بعد الخدمة العمومية، عندها مجال الخدمة العمومية التي تسهر على تطويرها وتحسينها في مختلف المجالات، خاصة وأن عندنا حضور قوي في على المستوى الوطني، ووكالة الأنباء معروف أنها عندها تواجد في الخارج، وبالتالي مؤسسة تضمن يعني أكبر قدر ممكن من المادة الإخبارية لفائدة المشتركين، سواء كما كانت العادة في السابق عن طريق الإعلام المكتوب أو الإعلام بالصورة. حاليا أنا يعني طلعنا في درجة على أساس أننا طورنا مجال السمع البصري. إطلاق المنصة على السمع البصري هي تستند إلى نفس المنهج، أننا نقوم بتغطية وضمان المادة الإخبارية السمعية البصرية قبل معالجتها وبتها بنفس المنطق تاع الشريط الإخباري المكتوب لفائدة المشتركين، اللي هم بطبيعة الحال القنوات التلفزيونية والمواقع الإخبارية المهتمة بمجال إدراج السمع البصري في يعني في الصفحات الإخبارية نتاعها. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه المنصة السمعية البصرية هي وليدة أيضا تحدي أنه حاليا وكالة الأنباء الجزائرية التي تحاول أنها تواكب التطورات الحاصلة في المجال نتاعها، في مجالها دوليا، أطلقت هذا التحدي أنها تصبح وكالة إعلام الشامل، سكون أبل ليزاجونس دو ميديا جلوبال. هذه الوكالة الأنباء حاليا في العالم راهي تتحرك على أساس أنها تكون تضمن توزيع المحتوى والمضمون الإخباري بشتى مجالات يعني البت مكتوب، السمع البصري، الانفوغرافيا، الفيديوغرافيا، وعلى مستوى شبكات التواصل الاجتماعي، لانها الهدف انه المؤسسه الاخباريه اللي هي وكاله الانباء يعني الهدف تاعها انها تصير يعني مورد للماده الاخباريه بمختلف الوسائط الممكنه حتى ترقى إلى هذا الجانب، سواء في مجال الخدمة العمومية أو ترقى إلى تلك الرغبة أنها تطور في من حجمها أو تطور في وجودها أو تطور مام حتى في 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 صداها على المستوى يعني الساحة الإخبارية العالمية. كما هو معلوم كان مجموعة من مجالات التنافس التي معروف أنها في العالم أنه تنافس من يؤثر اكثر، تنافس حول التاثير، تنافس حول يعني ايصال الصوت. احنا في وكالة الانباء الجزائريه الهدف السامي تاعنا اننا نوصل صوت الجزائر
لذلك طرقنا إلى مسألة أننا نفتح أو نطلق مشروع تاع المنصر تاع البث السمعي البصري من جهة، ومن جانب آخر تطوير الأقسام باللغات الأجنبية اللي هو مهم جدا حيث أنك تعرف عن الجزائر أكثر فأكثر. حاليا أنه وكالة الأنباء اللي معروفة أنها مصادر إخبارية موثوقة في أوطانها، عندما يعني تطور مجال اللغات أو بالأحرى يعني تطوير المصالح الإخبارية باللغات الأجنبية خاصة تلك التي تعرف صدى كبير على غيرات الإسبانية التي قمنا مؤخرا بإطلاقها خلال بالتزامن مع إحياء الذكرى 62 لتأسيس وكالة الأنباء الجزائرية ديسمبر الفارط، خلقت يعني بدينا نشوف نقصف ثمارها على أساس أنه مثلا في إطار التعاون الدولي تاع وكالة الأنباء الجزائرية حاليا نحن بصدد يعني برمجة مشاريع اتفاقيات مهمة مع بلدان صديقة ومعروفة تاريخيا بعلاقتها القوية مع الجزائر والمناطق باللغة الإسبانية ألا وهي البلدان القارة الأمريكا اللاتينية. وحاليا كما نتكلم على ثمار هذه التجربة أن شرعنا في السابق أننا في إحصاء عدد كبير من وسائل الإعلام بهذه البلدان التي تستند إلى وكالة الأنباء تاعها اللي هي حاليا شريكة معنا، أنها صارت أنها تستقي الأخبار عن الجزائر من عن طريق وكالة الأنباء الجزائرية، وهذا الشيء مكسب وشيء يبعث على الافتخار، لأننا بهذا الشكل نضمن التعريف بالجزائر، نضمن الحصول على مادة لأننا نتقسم من نتبادل المادة الإخبارية مع هالوكالات التي تمثل في نفس الوقت مصدر لوسائل الإعلام تاعها. والأهم من تاني أيضا الجانب المهم تاني أيضا هو أننا بهذا الشكل نحارب الإعلام الفاسد، الإعلام الكاذب صح التعبير، هو إعلام فاسد الحقيقة، لأنه الغرض منه أو المغزى منه أنه عنده مغزى تخريبي أو مغزى ليكون للاعتداء، يعني إعلام مش مهني وإعلام يمس بالمصالح، يمس بالرأي العام. وبالتالي احنا في إطار هذا التصور جديد على وكالة الأنباء الجزائرية اللي هو تصور نابع من السياسة الوطنية، للسياسة الوطنية التي قررتها الدولة في مجال تطوير الإعلام الوطني، احنا فقط استغلينا هذا الإطار المهم هذا، لأنه هذا الإطار هذا يميزه أنه كاين اهتمام كبير من طرف الدولة في مجال تطوير الإعلام الوطني بشكل عام، يعني سواء كان القطاع العام أو القطاع الخاص. احنا حاليا نتكلم على منظومة إعلامية وطنية قوية، وهذا الشيء اللي يخلينا احنا يعني يشجعنا أننا نمضيه في بلورة مشاريع وتصورات يعني مفتوحة على كاع القطاع، على أساس أن مثلا من في المنصة هذه اللي طلقناها اليوم اللي حضرناها منذ فترة المرة السابقة التي عرفت يعني اللقاء الودي واللقاء التشاور وتبادل الأفكار مع مسؤولين تاع القنوات التلفزيونية هنا في المقر المركزي تاع وكالة الأنباء، قلنا لهم بلي احنا حابين أننا هذا المنتوج حتى ولو كان وكالة الأنباء الجزائرية، لكن حابين أننا من خلاله نفتحوا ورشة نحسنوه ونطوروه بشكل مفتوح وكأنها ورشة مفتوحة، لاعتبار أنه هذا المنتوج منتوج وطني، يعني هذه مبادرة وطنية جزائرية تحتاج أننا نوضع اليد في اليد ونبنوها سويا، خاصة حتى ولو كان عندها في بعض الجانب طبع تجاري، إلا أنها هي ترتكز تستند على أن أساس أننا نجيو نكونوا كقيمة مضافة لما هو موجود في إمكانيات ووسائل ومهارات وكفاءات في مجال السمع البصري. الحمد لله مع التطورات أو ما نلاحظه في كل مرة كان جهد كبير من خلال وسائل الإعلام في مجال تطوير السمع البصري، وحاليا في الجزائر لا سيما خلال السنوات القليله الفارطه كانت اراده قويه وثابته انه السمع البصري لازم يتطور، لكن بالاستناد الى المعايير. لذلك شفنا سويا اننا كان تشريع مليح، كان تشريع دقيق، كان تشريع ذكي، حتى انه باش
السمعي البصري اللي هو مجال حساس، مجال حساس، حتى انه الحروب الجديده او الحروب الجيل الرابع تستند الى ما يعرف بالاعلام. الدوله الجزائريه قامت بمجهود مهم جدا في مجال يعني بلوره التشريع، يمتاز باليقظه، يمتاز بالفهم والادراك الدقيق لما يجري حاليا في مجال السمعي البصري، مجال الحرب، مجال الدعاية، مسألة يعني لازم ناخذها باعتبار في إطار تصور منطقي وتصور حذر ويقظ في نفس الوقت. احنا وكالة الأنباء جينا في إطار هذه السياسة الكبيرة تاع بلادنا، حبينا نوضعوا حجرة في اللبنة الكبيرة، لأن هذا من خلال هذه المنصة التي نعتقد أننا من خلالها سنمكن أن يعني نضمن قيمة مضافة لقنوات تلفزيونية، حتى أنه مام في السلام قناة تلفزيونية كنا في اتصال مع زملائنا اللي معكم، وشنا كاين اهتمام بما تقوم به وكالة الأنباء الجزائرية، خاصة أنه يعني عامل يمتاز أنه يندار بالتشاور والإنتاج يمتاز أنه الفكرة يتم تبادلها ويتم التشاور فيها. وبطبيعة الحال أنه هذا المنتوج هذا أو هذه المنصة إن صح التعبير، المنصة هذه تكون إن شاء الله فرصة لبلورة تصورات أخرى قادرة أنها تكون كفاعلين جدد في مجال تطوير السمع البصري، على أساس أنه إحنا نتكلموا على تطوير منظومة وطنية وليس فقط المؤسسات كل على حدة. هذه الدفعة الجديدة في مجال الإعلام، خاصة بنصها الجديدة لوكالة الأنباء الجزائرية التي تعتبر المولود الجديد لوكالة الأنباء الجزائرية، يعني حدثنا حول هذا الموضوع أستاذ. هي في الحقيقة منطقيا في الأجهزة الإعلامية تبحث على يعني كل ما يمكن لها أن تبرز وجودها في الحقل الإعلامي الدولي. حاليا الإعلام بحاجة إلى أنه الإعلام الوطني الجزائري بحاجة أنه يعبر عن نفسه ويتكلم عن بلاده باللغات التي بلغات العالم الأكثر تداولا في العالم. مع التجربة على إطلاق القسم الإخباري باللغة الإسبانية لاحظنا أنه من المهم جدا أننا نواصل في مخطط تطوير الأقسام الإخبارية باللغات الأجنبية، حتى كما قلنا أننا نوصل الخبر أو الجزائر أو صوت الجزائر باللغات التي يفهمها من نريد أن يعني من يمكنهم أن يعني يمكنهم أن يتعرفوا على الجزائر. حاليا المهم في هذه المسألة أن نبتوا أخبار جزائرية يعني عن الجزائر أو جزائر التوجه، لأننا نحن نعالج أخبار دولية تهم الجزائر بشكل مباشر أو غير مباشر. مهم أننا نستهدف اللغات الأكثر تداولا، حتى أنه حتى الصوت يكون منقول. ومعروف أنه في الرأي العام الدولي الساحة تعلم الوسائل الإعلام مهتمة بالتطوير اللغات، لأنه المسألة مرتبطة بمقصد الانتشار، والانتشار يعني التأثير، والتأثير يعني أنك توصل الرسالة على بلادك، وهذا شيء مهم جدا في مجال احنا نعتبره كواحدة من الالتزامات في جانب المسؤولية، من جانب المسؤولية تاع مؤسسة عمومية عندها مسؤولية في مجال الدفاع عن مقومات البلاد كفاعل من الفاعلين الأكثر. احنا مسؤولين حاليا أنه الشيء هذا راه متقاسم مع قاع كل الفاعلين في مجال الإعلام الوطني. نلاحظوا حتى في الإعلام الخاص كاين تطور كبير في مجال يعني الدفاع عن صورة الجزائر والدفاع عن كلمة الحق، لأنه الإعلام الجزائري مبني على مسألة الصدق ومبني على أنه الموضوعية. احنا في الجزائر الإعلام الجزائري
في إطار الرؤية الجديدة التي تحرص عليها الدولة أنها تكون في المجال، أن الإعلام يكون مهني وملتزم وحر ومسؤول في نفس الوقت. وهذا يخلينا أننا في كمنظومة إعلامية وطنية نقدر نحقق نتائج كثيرة. إذا كان مثلا طورنا في أدوات البث، مثلا نتكلم على المنصة، نتكلم على تطوير اللغات، تطوير مجالات اليقظة، اليقظة إعلامية مهمة جدا، لأننا من خلالها نقدر نعرف ما هي الخطوات التي يمكن أننا نخطوها في مجال الدفاع عن صورة الجزائر، والدفاع عن المهنة، أو الدفاع عن يعني مصداقية المهنة نتاعنا. لكن لأنه حتى أنها مهمة جدا اليقظة في مجال يعني تأمين وسائل الإعلام في حد ذاتها، وسائل الإعلام في حد ذاتها بحاجة إلى تأمين نفسها من مغبة الأخبار الكاذبة والمزيفة التي قد يعني تجر البعض إلى يعني إلى القيام بأعمال إعلامية غير مناسبة. نبقى في إطار يعني المولود الجديد المنصة، يعني هل فيه اتفاقيات يعني شراكة وتعاون مع يعني وكالة أنباء أخرى، خاصة في ظل يعني الانتشار الرهيب كما قلنا للدعاية المغرضة وللأخبار وللأخبار يعني الإشاعة؟ وكالة أنباء الجزائرية كصرح إعلامي سيادي للجزائر تعمل من خلال يعني عقود كبيرة من الزمن، يعني تواكب هذا التطور يعني في ظل جهود كبيرة من طرف أكيد. في الحقيقة ما نلاحظه في الوقت الحالي أنه حتى في ظل يعني بروز أو غزو يعني المضامين تاع التواصل الاجتماعي، إلا أننا لاحظنا أنه كاين تمسك بالمصادر الموثوقة في مجال تداول الإخباري بشكل عام حتى الدولي على الصعيد الدولي. حاليا أنه نشوف مثلا كاين اهتمام ببعض العروض التي قمنا بها في إطار مشاريع اتفاقيات شراكة أو تعاون أو تبادل إخباري مع وكالة الأنباء العديد من الدول التي نحن حالياً بصدد دراستها والبت في مسائلها. نشوف أنه كان تمسك بالمضامين الإخبارية الموثوقة، لأنه على غرار نشتنا مثلاً أنه كان مم كنا واحد الوقت كان الإعلام العالمي بحد ذاته كان متخوف من أنه هل الإعلام الموازي قادر أنه يعوض الإعلام، ومن بعد في مختلف مراحل وتجارب أو الشيء اللي شفناه من الأخبار المزيفة والكاذبة التي يعني جعلت من الناس يعني تكون يقظة وحذرة كثيرا مما يتم تداوله وتداول، خاصة أنه كاين ثقافة، احنا حاليا في الجزائر كاين انتشار كبير للثقافة تاع الثقافة الرقمية أو ثقافة ما يعرف بالحذر من بعض يعني شو الرطومبي يعني انعكاسات الذكاء الاصطناعي، مثلا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن استغلاله في مجالات مهمة في تطوير الإعلام تكنولوجيا، إلا أن البعض يعني يستغله في العالم للدعاية الكاذبة أو لتقليط الرأي العام أو لبت سموم إعلامية قد لتأثير توجهات أو في إطار يعني الاعتداء بشكل عام. احنا حاليا نشوفوا انه هذه الاتفاقيات الشراكه مهمه، لانها نحاول حاليا ان نكيفها مع المستجدات او مع الحاجه اللي نشوفها حاليا. مثلا الشراكات اللي نبرموها مع وكالات الانباء خاصه بلدان امريكا اللاتينيه او الاسيويه او حتى الافريقيه عندنا الكثير من طلبات، اننا لان الناس يعني الشركاء انا مهتمين كثيرا بالتجربه الجزائريه في مجال الاعلام بشكل عام والإعلام الوكالة بشكل خاص. إحنا ندرجوا بعض الأمور مهمة، مثلاً أوروبياً أيضاً فيه كأوروبيا، مثلاً كان وكالة الأنباء الإيطالية وكان وكالة الأنباء الخبروسية، كان وكالة الأنباء كثيرة نشتغل معها حالياً، وكان مثلاً في إيطاليا مع وكالة الأنباء الإيطالية نشتغل معها بشكل أكبر، لأنها نشوفوا أنه الاهتمامات تاعها تقريبا مشتركة معنا في مجال تطوير المهنة. شو التصور
هناك وكالة أنباء تانية في تركيا التي تاني كنا اشتغلنا معها، وإحنا في بصدد يعني وضع حيز تنفيذ اتفاقية تم توقيع عليها يعني سابقا بحضور السيدين رئيسي البلدين. كان احنا في الإطار تاع اتفاقيات الشراكة نحاول ان ندرج اولا تبادل المطايات السمعية البصرية، المضامين السمعية البصرية، حتى يمكن اننا حتى تكون عندنا شغل خزان يمكن ان إعادة استغلاله لبت مضامين إخبارية قد تهم يعني القنوات التلفزيونية او مام وسائل الإعلام المختلفة، لاننا شنا لاحظنا انه مام هناك جرائد ومواقع إلكترونية وحتى مام الإذاعية مهتمة بالصورة، حتى بالصورة في إطار يعني نسخها الخاصة بالفضاء الإلكتروني. ندرج أيضا مسألة أننا في إطار الاتفاقية دائما ندرج مسألة يعني ليس الاحتكار أو لكن على الأقل نعتمد على الوكالات بيننا بشكل أساسي في يعني استقاء الأخبار التي تهم الجزائر أو تهم البلد الذي نقوم مع وكالته باتفاقية معينة، اتفاقية تبادل. هذا شيء مهم جدا في إطار محاربة الإعلام المضلل أو الأخبار المضللة التي قد يعني تؤثر سلبا على مجال معين حيوي مثلا. يعني الدور كبير جدا في مجال اتفاقيات الشراكة مع وكالات الأنباء. حاليا في إطار تطوير اللغات هني تاني فرصة لوكالات الأنباء الجزائرية أنها تكون عندها المزيد من الشركاء الدوليين وبالتالي المزيد من إمكانيات الحصول على المضمون سواء المكتوب أو المصور أو حتى في مجالات تطوير وسائل البث مثلا الانفوغرافيا الفيديوغرافيا وحتى في مسائل يعني تطوير البث الرقمي بشكل عام. اهم اللغات اللي بث بها الان حاليا لدينا نبث اللغتين الوطنيتين الرسميتين اللغه العربيه واللغه الامازيغيه التي نحن بصدد تطويرهما بشكل متواصل، خاصه وانه في اطار اطلاق منصه سمع البصري نحن حريصون جدا على ضمان قبل كل شيء ضمان محتوى باللغتين الوطنيتين. عندنا تاني في إطار الإعلام المكتوب نبت أخبار باللغة الفرنسية والإنجليزية والإسبانية كانت مؤخرا، ونحن نشتغل حاليا من أجل إطلاق أقسام إخبارية قسمين إخباريين باللغتين الروسية والصينية لما لهما من أهمية في مجال بعث صوت الجزائر أو إيصال المعلومة الجزائرية باللغات التي يمكن أن تضمن لحقها بشكل سليم. من نظام البرقية إلى يعني نقدر نقول إلى الدخول إلى معترك الإعلام الإلكتروني، شفنا اليوم المنصة الجديدة هذه قلنا أنه حتى فيه تطلعات أنه يعني إضافات جديدة على غلال الأنفوغرافيا والتسجيل الصوتي، يعني فيه تطور ملحوظ مواكب لما يجري من تطور إلكتروني في مجال الرهان تكنولوجي، لأنه الحمد لله أنه وكالة الأنباء الجزائرية توفر على إمكانيات مهمة يعني مهمة وما زال راهي ماضية أنها تستمر في مجال تطوير وتطوير أو يعني تنويع وسائل أو وسائط البث، خاصة وأنه في برامج قررتها الدولة في مجال تمكين وسائل الإعلام من يعني أدوات مهمة في المجال التطوير التكنولوجي. وحنا كليا نحن نعتمد على التطوير التكنولوجي من أجل يعني إنجاح أو محاولة يعني شغل وضع برامج تطور جديدة. هذا هو الشيء اللي نحن رايحين نعملوه في المستقبل إن شاء الله، هو أنه التطوير التكنولوجي في مجال البت أو لتنويع وسائط البت الإخباري. المجال العالم أو فضاء البت يعني في كل مرة يعني يظهر أنه كاين وسائط جديدة أو أفكار جديدة، وحنا نحاول نكونوا جاهزين ويقظين في مجال
في هذا المجال حتى ما نكونوش يعني متأخرين على هذا الركب، الركب السريع. والأهم أنه في هذا الإطار احنا الإرادة السياسية الحالية أو ما يتم إنجازه من قبل الدولة هو اللي يخلينا نكونوا نعاودوا نسيروا إلى الأمام في مجال التطوير، في مجال التطوير بشكل عام. الإعلام ينبغي أن نفرض عليه أنه يطور، ويطور من الأدوات نتاعه، ويطور من وسائل نتاعه، ويطور من مهارات نتاعه، لأنه شيء مفروض وشيء ملزم. والإعلام الذي لا يتطور ما يقدرش يواكب الأهداف، ما يقدرش يحقق الأهداف التي تأسس عليها بشكل عام. كآخر سؤال، يعني وكالة الأنباء الجزائرية يعني عندها كثير من مشارب الخبر، خاصة في ظل شبكة المراسلين القوية سواء محليا أو دوليا، يعني خاصة في ظل أيضا الشساعة الكبيرة للجزائر، واش تقدر تقول لنا في ظل العمل الجبار هذا اللي أكيد أنه في إطار إحنا الخدمة العمومية، وكالة الأنباء الجزائرية حاضرة على مستوى 58 ولاية، وحاضرة حتى في الخارج، وهذا في حد ذاته يعني شغل إمكانية، يعني شغل فرصة أننا نضمن إعلام، يعني إعلام موثوق، إعلام متكامل. إحنا المهم بالنسبة لنا أننا عبر كل وسائط أننا ننتج أخبار تواكب أو تجاري الأحداث بشكل عام، ولكن الخبر لازم يكون أولا يكون كامل، information complete، لازم يكون خبر موثوق، ولازم يكون خبر عنده سياق نتاعو، خبر يكون عنده القيمة الإخبارية نتاعو. هذا هو الشيء اللي نشتغل عليه. احنا في إطار هذه المسألة هذه، احنا العامل البشري مهم جدا في مجال في السياسة العامة تاع الوكالة، التي تعتمد أيضا على التكوين متواصل في مجال يعني تأهيل الصحفيين وفق التطورات الحاصلة في مجالات الإعلام. حتى أنه إحنا نشوفه مثلا في السابق كان عندنا صحفيين، دوك إحنا الحمد لله عندنا صحفيين يقدروا يشتغلوا برقية ويديروا دي ريبورتاجات مصورة، وعندهم كفاءات عالية في هذا المجال. في الخارج الحمد لله زعما كنا حاضرين في أغلب التظاهرات والأحداث الدولية الكبرى التي تعني الجزائر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. في إطار المنصة السمعية البصرية رحين نكون عندنا إطراء في هذا المجال، أنه يعني التظاهرات الكبيرة يكون كاين مضمون يقدر يكون محط اهتمام تاع القنوات التلفزيونية، حتى أنها باش كي لا يعني تكون يعني بمعزل عن. وهذه الصورة هذه احنا ما نديروش اللوغو، يعني تكون مفتوحة للقنوات التلفزيونية كما لما يتم إنتاجه هنا وطنيا، يقدروا يشتغلوا عليها ويقدروا هنا وفق. احنا في المنصة حاطين شغل المضمون الإخباري سواء البروت ولا بال يعني بالوصف ديسكريبتيف ولا بال يعني بالكومنتار سيدي بالتعليق. احنا نضمنوا هذا المجال هذا باش على الاقل هكذا باش تكون القنوات يكون عندهم كل يعني المزايا التي قد يبحثون عنها في هذه الصوره. انتم على نهج يعني الرعيل السابق الذي حمل هذه الامانه الاعلاميه، يعني مواصلون على هذا النهج، واش تقدر تقول لنا في السؤال يعني في الاخير؟ انه اشكركم على اهتمامكم بما تعملوه وكالة الانباء الجزائريه، وبالتالي انا هذا الشيء يحفزنا ويشجعنا أننا نزيد نقوم بالمزيد من الأعمال التي تسمحنا في كل وقت أننا نكون شركاء مميزين لوسائل الإعلام الوطنية، خاصة لأنها هي اللي قريبة لنا. وإحنا حتى شراكاتنا في الخارج مبنية على أساس أننا نقوم بإطراء العرض الإخباري لفائدة وسائل الإعلام الوطنية. وإن شاء الله نتمنى أن هذه المنصات يكون عندها يعني اتجاه تصاعدي، أنها تعمل على أساس أنها تبدأ صغيرة وتكون النجاح نتاعها في المستقبل إن شاء الله. وأنا واثق جدا بكفاءة الكوادر التي تعمل على
هذه المنصة، ونأمل أيضا أننا يكون عندنا الرجوع لغتوغ الاكسبيريونس من عند الشركاء اللي راهم يفتحوا هذه المنصة ويستغلوها بشكل جزئي، لأن هذه المرحلة مرحلة نقولها تجريبية تاع شهر للإطلاق. احنا الاسونسيال الهدف تاعنا أننا هذه المنصة اللي هي عندها طابع تاع الاشتراك، تشتغل في خلال الاشتراك، تكون ورشة مفتوحة للتحسينات المتتالية والمتواصلة، حتى إن شاء الله في المستقبل نعتبرها مكسب جماعي إن شاء الله. يعني كيف طابع الاشتراك يا أستاذ؟ لا، الاشتراك تعتمد على الاشتراك، يعني الاشتراكات تجاريا، هي أنه هي لازم نتصوروا أنه المنصة تاع البث السمعي البصري زيها زي الشريط الإخباري المكتوب، يعني الاشتراك وتبقى هي مفتوحة، وقادرين حنايا في إطار هذه المنصة نستحتوا شغل يعني خدمات جزئية. مثلا كاين بعض المواقع تقول لك انا يعني نهتم بالمجال الرياضي، نقدروا نديروا يعني نقدروا نخصص، يمكن ان نخصص يعني خدمة خاصة بتكلفة يعني اقل في مجال معين، لانه هذه المنصة هذه فيها مختلف التخصصات في المجال الاخباري، حتى فيها العاجل، فيها التخصصات يعني كشغل الملفات السياسيه والاجتماعيه والثقافيه الرياضيه، فيها 3D، فيها الانفوغرافيا، فيها الفيديوغرافي، فيها المكتبه الصوتيه بالنسبه لبعض المواقع او حتى الاذاعات التي تريد الحصول على اكثر قدر ممكن من المضامين التي قد يمكن ان يعني تغفل عنها في اطار او في ظرف معين. نعطيك مثال، في منطقة معينة مثلا في جنوب الجزائر أو في منطقة أخرى، يمكن أنه في نفس المنطقة يكون حدثين أو ثلاثة أحداث مهمة في نفس الوقت، يعني والقناة ما تقدرش تضمن تغطية ثلاثة أحداث في نفس الوقت. جيل لابياس، جيل وكالة الأنباء الجزائرية، باش أنها قيمة مضافة، أنها على الأقل تضمن يعني المحتوى المضمون الإعلامي أو المضمون الإخباري، من المضمون الإخباري الذي قد لم تضمن تغطيتها بدفع اشتراك رمزي. الاشتراكات ستكون شراكات بشكل يعني اشتراكات عامة، يعني شو الشراكات، وغادي تكون بأسعار مدروسة، أسعار مدروسة تأخذ بين الاعتبار مسؤولية الوكالة في المساهمة في تطوير مجال السمع البصري، وهي في حقيقة هذه توصية السلطات العمومية. وبالتالي احنا كما قرر السيد رئيس الجمهورية في المرة الماضية أنه تخفيض يعني تسعيرة الاشتراك بوكالة الأنباء الجزائرية، احنا ماضين هذا التوجه هذا، وإن شاء الله تكون الأمور يعني مفيدة للجميع إن شاء الله. شكرا لك أستاذ. شكرا، بارك الله فيك. فرصة سعيدة إن شاء الله. بارك الله. مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم معنا، كنا اليوم في حوار خاص مع المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية السيد قايد سمير. شكرا لك أستاذي على خفة الظل. شكرا. نلتقي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة السلام، في حوار آخر مع ضيف آخر.